امبارح كان التصويت الشعبي على قيمة النجومية والرمز. بقول لكم التصويت الشعبي بالمعنى الحرفي. كابتن محمود الخطيب اعتزل كرة، اعتزل اللعب في الملاعب في 87. انتم متخيلين احنا بنتكلم على كل هذه التلات عقود واكتر مرت على اعتزال محمود الخطيب للكوره. كل اللي انتم شايفينهم في الجامعه ما شافوهوش وهو بيلعب، بس ده التصويت الشعبي على قيمه السلوك والاخلاق ورمزيه النادي الاهلي. كمان امبارح محافظه الدقهليه كانت بتحتفل بمرور 800 سنه على نشأة مدينة المنصورة العتيقة العريقة. دعي الكابتن محمود الخطيب ضمن أهرامات ثلاثة المنصورة بتكرمهم من أبنائها، يعني اللجنة المنظمة اختارت بين رموز المنصورة المؤثرة في تاريخها ثلاث قمم في تقديرهم أن دول الأكثر تأثيرا، مع كل الاحترام طبعا لقامات كبيرة جدا ثقافية وأدبية وعلمية أنجبتها محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة. هتشوفوا كتير من هذا الحفل، لكنه لما يتقال أنه رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله، ثلاث أهرامات كبار المنصورة بتحتفل بيهم وتحتفي بيهم وبتاريخهم وبتأثيرهم في الحركة الشعبية العامة في كل الاتجاهات، سواء الجانب الديني بكل قيمته وقداسته والجانب الفني بكل طربه وقيمته في أم كلثوم، والجانب الرياضي بكل تأثير الكابتن محمود الخطيب كابن من أبناء المنصورة في هذا المجتمع. تأثير إيجابي الحمد لله. طبعا هذا الرجل لم يتلفظ يوما لا أمام الإعلام ولا خلف الإعلام ولا أمام أصحابه ولا في البيت حتى بينه وبين نفسه بأي لفظ نابي. لم يغتب احد، ما شفتوش بيجيب سيره حد. صحيح. ما شفت النتيجه اهي، يعني حاجه عمري ما سمعته بيشتم، عمري ما سمعته بيشتم. ما هو بدل ما بيجيبش سيره الناس هشتمها ليه؟ صحيح. واخد بالك؟ فالقدوه دي هي دي القدوه الايجابيه المؤثره في مجتمعها المطلوبه. عشان كده الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهليه والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الأداب ورئيس اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية الكبيرة، في حضور بقى نخبة كبيرة جدا من قامات المجتمع من أبناء الدقهلية، سواء الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق وأحد القامات القانونية الدستورية الكبيرة، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والوفد اللي رافق الكابتن محمود الخطيب كان معاه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وفي حضور لفيف كبير من نواب الشعب وممثلي الازهر الشريف والكنيسه ورموز محافظه الدقهليه. كان الاستقبال اكثر من رائع، الاستقبال الشعبي والرسمي لرئيس النادي الاهلي في جامعه المنصوره، وهذه الاحتفاليه اللي اقيمت بالصاله المغطاه بالقريه الاولمبيه اعتقد كانت لحظات اولا سعيدة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، لكن كمان تدعو للزهو والفخر لكل واحد أهلاوي أنه رئيس النادي الأهلي يكون له هذه القيمة المجتمعية المرموقة وهذه الاحتفالية والاحتفائية الكبيرة جدا، وهو بهذا النموذج، بهذا النموذج اللي يسعد كل أهلاوي ويشرف كل واحد بيحب النادي الأهلي. هنشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب وسط هذا الحشد غير الطبيعي الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، إخواتنا وشبابنا، الحقيقة خلنا أقول كلمتين بقى عشان النهاردة من الأيام اللي هي أيام سعيدة جدا في حياتي، وأنا جاي في السكة طول الطريق حاسس براحة نفسية كبيرة جدا، حاسس إن أنا جاي بلدي، جاي البلد اللي
اتولد فيها ابويا وامي الله يرحمهم ويرحم امواتنا جميعا. لما شفت المظاهر الحفاوه ديت والتكريم ده تذكرت ابويا وامي وكل افراد القريه الصغيره اللي انا موجود فيها، وحاسس ان انا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا يكون ليا اسم شهره. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يزيد هذا الامر ويحفظه من الزوال. عايز بس اقول لشبابنا كل واحد فيكم يقدر يحقق ذاته، كل واحد فيكم يقدر يحقق احلامه. اجتهد واشتغل، خليك قريب من الله سبحانه وتعالى، باذن الله كل احلامك تتحقق. انا الحقيقه فخور جدا جدا ان انا واحد من ابناء هذه المحافظه. قد كده كانت ليا او كانت ليها دور كبير جدا في نشأتي، ودور كبير جدا في اسلوب حياتي كله، اسلوب اللي انا شفته من اهلي كلهم. اعتقد ان انا ماشي عليه لغايه دلوقتي الحمد لله. كل انا اتمناه ان انا اكون واحد من ضمن يعني علماء ودكاتره وفنانين ومثقفين، اكون واحد من ضمن ابناء هذه المحافظه. ده فخر كبير جدا ليا. بشكركم تاني جدا على الحفاوه اللي انا شفتها، بشكر كل واحد في حضراتكم، وان شاء الله نجتمع دايما على خير باذن الله. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختيار الخطيب مش لانه لعب كوره اسطوري. المحافظه لما قررت تاخده زي ما انت بتقول ده انه ايقونه، حاله، خلق، قدوه، حابه تقول ان الراجل ده ابننا. أيوة. وتفرح بيه. طب هي بتفرح بايه؟ هو ده اللي انا بقوله. لما كنت بقول النادي الاهلي مشرف الدوله وهو ذلك جزء منها ويعتبر نادي دوله، انه بيشعر بمسؤوليته، حاطط نفسه في حته ما تتخدش. لانك انت نابليون بونافارت لما جه حب يهد ابو الهول ضربه بالمدافع طير له طرطوفه مناخيره، ما عرفش يعمل في حاجه اكتر من كده. زي الناموسه اللي تقرصك تضايقك لكن ما تقضيش عليك، انت اللي بتقضي عليه. هنتحمل هذا اللدع وهذا الزن، لكن هنفضل زي ما احنا يا استاذ ابراهيم. طول ما في نماذجنا دي بتتكرم احنا بنشعر. يعني لما تيجي تقول الكابتن الخطيب بكل الالام بتاع ظهره ورجله ومش رقبته ومش عارف ايه والكلام ده، ايه اللي بيخليه يتحمل؟ انه بيشعر بقوه بتنطلق جواه من هذا الدفء ومن هذا الاحترام ومن هذا التقدير، بتدي لك وقود استثنائي. فالمنصورة تكرم هذه القيم كلها قبل أن تكرم الشخص. مش هتروح لو الخطيب ده شتام ولعان وترابل ميكر وبتاع، كانوا ما كانوش هيفكروا فيه مهما كان لعيب. لكن يعني التوفيق أصابهم والتوفيق أصاب الخطيب أن يكون على هذا النهج. طيب الحقيقة هذه حفاوة تعكس القيمة، حفاوة تعكس القيمة بجد. هؤلاء الشباب بالألاف في الجامعة، وأنا استقبلت على السوشيال ميديا شفت ناس كتيرة بتعتب ليه ما قلتولناش الخطيب جاي المنصورة النهاردة. ده دول اللي عرفوا الدلتا كله كان نفسنا نروح نحضر الاحتفالية. يعني لو أنت فتحت ولو أنت قلت إن الخطيب رايح الدقهلية ما أعتقدش كانش وصل ما كانش أعتقد الصالة ديت هتسع ده. لكنها الحفاوة التي تعكس هذه القيمة. وده بيقودني حتى الكلمة اللي قالها الكابتن الخطيب وبيتذكر جذوره. لو كنت افتكرته كنت جبت لك النص اللي كتبه الأستاذ عباس لبيب عليه رحمة الله في الأهرام. هذا كان من عشاق الخطيب. عن موهبة ظهرت في الملاعب اسمها محمود إبراهيم الخطيب سنة 72، فموجه له رسالة نشرناها قبل كده في مجلة الأهلي، وهو بيوصيه كناشئ طالع. قال لك بزغ في ملاعبنا لاعب موهوب هذه الأيام يدعى كذا. أنا بقول له أنت موهبتك فزة لا خلاف، لكن إياك والغرور، إياك والتعالي، إياك والطموح المحدود،
خليك واثق ان امكانياتك كبيره، انت هتقدر تعمل حاجه غير طبيعيه اذا حافظت على سلوكك وحافظت على موهبتك وحافظت على اخلاقك. صدقني من ناحيه كرويه وصيه هايله، وصيه هايله، واحنا دائما نكرر بندعم هذه المعاني لاي لاعب. اللعيب الكره مش موهبه فقط، لكن الذي يدير هذه الموهبه مجموعه من الضوابط والقيم، هي دي بالظبط. الخطيب لما وجود النهارده بهذا القدر من الموهبه في ظل هذا الاحتراف والتركيز لصار افضل لاعب في العالم بلا منازع. عايز اقول لك على حاجه، انا شخصيا في الصعيد بقى مش في المنصوره، في بدايه الثمانينات والخطيب كان نجم بيهز الدنيا، فجاه واحنا في امتحانات اخر السنه اتقال الخطيب على الطريق الزراعي، كان معه اسرته رايح هنا لواجب عزا لحد من له اخت متجوزه في هنا، فيبدو ان كان رايح لواجب عزا في هنا. فانت بتتكلم في اسيوط في نص الطريق او اقل كمان، عارف في طلبه سابت الامتحان وجريت، فضلوا يجروا ورا العربيه بيبو بيبو، رجعوا بعد ساعتين ثلاثه وضاع منهم الامتحان، بس كانوا سعداء في الصعيد ان هم شافوا الخطيب. فانت متخيل يعني انه تكريم على فكره مصر كانت ذاخره بالمواهب والله يا جماعه. لكن طبعا الخطيب يكاد يكون ابرزهم، لكن لما تشوف الشاذلي وتشوف الكابتن علي بوجريشة وتشوف مصطفى رياض وتشوف ناس على حسن شحاته وفاروق جعفر كباتن دول العظام، تشوف نماذج، حتى تشوف محمد بدوي فتاك ده 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 كان قصه. شاهين، لا مش عايز انسى، بقول لك كان ذاخره بالمواهب، فلما تيجي كل المواهب دي ويتالق في 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 قلبها لاعب زي محمود الخطيب تعرف قدر موهبته. هو هي العبقريه في النموذج ده، انه ازاي عاش كده، ازاي فضل بالرونق بتاع النجوميه أصلي بعد 30 او 35 سنه، علشان هو جينيون اصلي. مش مدعي. يعني هو خلقه كويس. مش ماسك نفسه وبيشتم في وسط اصحابه. وانا بقول لك ما نعتبر احنا شفناه في وسط اصحابه يعني. طب ما كناش نعتبر انفسنا اصدقاء، لكن عمري ما سمعته بيجيب سيره حد ولا بيشتم. عمري